السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن احوال. هذا الفيديو نحضر معكم واحد الكلاص وبولو في نفس الوقت. نحتاجوا فيه نشا، جوج معالق كبار، جوج ساشيات ديال الكاكاو، واحد ثلاث معالق ديال السكر كبار، واحد سيطره ديال الحليب. هذا الشيء اللي كنحتاجوا في المكونات. هو كلاص، ولكن انا حيت درت منه تا بولو لعسى الوليدات. ديروا ثلاث معالق تاع السكر، ثلاثة ولا جوج على حسب الذوق، جوج معالق ديال النشا كبار يكونوا عامرين، جوج معالق كبار تاع كاكاو، تقريبا جوج ساشيات تاع كاكاو المر، هاد كلاص ساهل الصراحة في مقادير بساط. غير هو كيبغي شوية تخدميه من بعد. دابا كنديرو نسيطرو الحليب، كنخلطو داك النواشف ديالنا، كنزيدو الحليب ديالنا نسيطرو. تقريبا هنا كنعبرو غير بجبانية، كل جبانية كيكون كل زلافة كتكون فيها رابعة تقريبا 250 غرام. دابا نحركو الخليط ديالنا مزيان باش ما يكونش فيه داك الحبيبات تاع النشا وديال الكاكاو. عاد نديرو فوق البوطه، نحطو فوق البوطه تقريبا، كنبقى نحركو ما نحيدوش يدينا على التحرك حتى كيعقد الخليط ديالنا. وهذا من بعد ما عقد بهذه الطريقه، كنزيدو عليه اما دانون. انا درت دانون ديال درهم، غير درهم ديال الشكلاط. تقدر ديرو درهم ديال الشكلاط مربع، تقدر ديرو داك الشكلاط ديال اللي كتاكلو تاع الدار ديال القريعات، ديرو تقريبا جوج معالق كبار. انا درت غير دانون، عندي دانون درت دانون. المهم ثلاثه الاختيارات، تقدر دير اللي بغيتو، ديرو الشكلاط ديال 4 دريال. دابا كنحركو داك دانون مزيان تقريبا، ولا الشكلاط، ولا قلت لكم داك الشكلاط ديال الحكاك اللي عندكم في الدار، وكنكبوه في شي اناء بحال هكا، شي سوبيره ولا، حيت غنديروه في المجمد. دابا نخليوه حتى كيبرد، ما غندخلوش هكا المجمد هكا سخون، حتى كياخد حراره ديال الكوزينه ديال المطبخ. وكنديرو في الثلاجه تقريبا مده تقريبا ساعتين تقريبا في الاول. ها من بعد ما خرجتو كيجي متلج من تحت ومن الجناب، كيكون باقي ما تلجش من الوسط، كيكون خدا داك غير كيكون جامد غير من الجناب ومن تحت. كنجبدو كنحركوه تقريبا، ضروري خصو يتحرك، تقدر تخدمو العشقة. انا عندي كان عندي طراب ديال الضو، ضربتو بداك الطراب ديال الضو، تقدر تستعملو العشقة ولا الطراب ديال الكيكة ديال يدك ديال يدي، طراب اليدوي تضربو بيه تاهو. كنحركو مزيان، كنمزجو داك الثلج مع داك الخليط، عاوتاني نعاودو نخلطوه من جديد. ضروري هاد العمليه في هاد الكلاص هذا، حيت الا خلطنا الخليط ودرناه في الفريكو غيجي بحال كتاكلي غير الثلج. حنا بغينا يكون بحال ايس كريم، بحال اللي كيكون في اللي كيتباع برا، داكشي ضروري من هاد المراحل. المهم حركو بعشقة ولا الطراب اليدوي اللي كنخلطو بيه كيكة، ولا اللي عندكم هذا ديرو غير رقم واحد، كنطربو شوية باش كيجينا الكلاص كريمي ماشي كيكون متلج. دابا نعاودو ندخلو الفريكو المجمد عاوتاني، ولا الفريكو المهم بحال المجمد بحال الفريكو، حنا كنقولو الفريكو. المهم كنغطيو بشي ميكا بحال هكا، تقدرو ديرو شي سوبيرا ديال بلاستيك. المهم انا عندي هذا، استعملت هذا، درتو في مجمد عاوتاني مدة تقريبا، حتى كيجمد تحسي بيه جمد من الجناب ومن تحت. كنجبدو عاوتاني نفس الطريقة، كنبقاو غاديين على نفس الطريقة اللي درنا في الأول. ضروري من هاد الطريقة في هاد الكلاص. إن شاء الله تنشارك معكم ديال لاكريم شونتي، هو دغيا كيوجد، مكيكونش فيه هاد المراحل كلها، ولكن حتى هذا مهم دي بانيو بيه، حيت كاين اللي كيبغيش الكريمه كيبغي شي حاجه بسيطه. هذا في مقادير بساط، ولكن في غير هاد المراحل ضروري تتبعوهم.
الا بغيتي شي حاجه مزيانه ضروري من شويه ديال المجهود. من بعد ما حركناه مزيان نفس الطريقه غنديروا عاوتاني في المجمد، كنبقاو على نفس الطريقه تقريبا ثلاث المرات اربع على قد الجهد ديالكم. مهم انا درتو ثلاثه المرات الصراحه، مقدرتش نخليه مره رابعه، مره حيت الدراري بغاو لي لاكلاص قالك بغاو زرباني زربتو عليهم وصافي. دابا هادي المره الثانيه، دابا غندخلوه للمجمد نفس الطريقه، غنجبدو عاوتاني تقريبا. بالنسبه للمجمد على حسب واحد المجمد ديالو، انا كنسو كنحس به جمد شويه من الجناب ومن تحت، صافي كنجبدو. المره الاولى خلوه تقريبا شي ساعتين، المره الثانيه ساعه، المره الثالثه ساعه، المره الرابعه ساعه، ما كتبقاو على نفس الطريقه بحال هكا. المره الاخرى كتطربو كتحركوه مزيان صافي، كتخليو تيبرد تيجمد. انا دابا درتو غير ثلاث المرات، تقدر تخليو حتى اربعه خمسه على حسب، انا ما كانش عندي الوقت. دابا صافي كنخليو تيجمد كيولي كلاص. دابا انا غنحيد منه بولو للدراري، واحد ربعه ديال البولوات انا والوليدات، كنعزلو كنحيدو شويه بزلافه هكا، كندير عليه شويه ديال البيمو، اي بيمو. انا درت واحد النوع كيتشبه شويه الاوريو بحال اس ما عرفت سميتو تقريبا، المهم باش نذكر الاسم ديالو، كيكون فيه الكريمه من الداخل. تقدر ديروا اي حاجه، المهم كان عندي موجود ودرتو، تقدر تستغنوا عليه ماشي ضروري، انا حيت كان عندي واستعملته. وبالنسبه للبولو درت غير بيدك الجوايات تاع الغطاوات ديال تاع بيم وخويتهم، وقطعتهم على شكل العبار اللي بغيت ديال بولو الطول ديالو صافي وعمرتهم. استعملوا غير هادو، ماشي ضروري دوك ديال البولو، ماشي ضروري انسان يكلف راسو، انسان ولي ديباني باش ما عنده في الدار اللي كاين. كنكملوا نفس الطريقه بحال هكا حتى كنعمروا دوك تاع بيمو هادو، خويتهم من بيموات وعمرتهم. ولا كان عندكم اصلا خاوي، وهذا كنخليوه يجمد وكنديروا كلاص في الجبيبنه هكا، نخليوه حتى يجمد. البولو ديالنا درتو غير ديرو فشي حاجه بحال هكا، وخليوه تقريبا مده ساعه قبل ما يجمد مزيان، المهم يشد في راسو، وقادو ليه الشكل ديالو. غديرو في مجمد تقريبا تحسو بيبدا كيشد في راسو شويه، شدوه جبدوه وقادو ليه الشكل ديالو، حيت ما غاديش تقاد لكم الشكل ديالو من الاول، ضروري كتحسو بيه شويه شد في راسو تقريبا واحد ساعه هكاك. جبدوه قادوه مزيان فورما ديال البيمو ديال البولو ديالكم باش كيجي الشكل ديالو زوين. دابا غندوزو للتزيين من بعد ما جمد لينا البولو والكلاص، دابا نحيدوه من هاد الغشا ديال البيمو، كيجي بهذا الشكل. تقدر تحيدو ليه داك القنات اللي كيكونوا قدام باش كيجيكم داير. كندوبو شويه الشكلاط ديالنا، كنزيدو عليه شويه زيت السيور، انا ما درتوش الصراحه نسيتو تا الاخر تفكرتو، ولكن نتوما ديروه كيعطي داك اللمعه في البولو. ودرت شويه ديال الكاوكاو محمر كيجي زوين هرمش صافي، وكنستمروا بهذه الطريقه في التزيين بحال الفيديو اللي كتشوفوا في الفيديو. دابا انا كنت غندير ايس كريم شويه، قلت نخرج منه واحد ربعه البولوات للدراري المهم انسان يدير حاجه وحده ويخرج منها جوج حوايج، من قليل نوجد الكثير قاعده ديالي. ديروا شويه السيور في الشوكولات، انا درت غير الشوكولات مربع تقريبا شي 3 دراهم، المهم على حسب، حيت درت غير كميه قليله غير ربع البولوات انا والوليدات صافي. كنزينوا البولو ديالنا بهذه الطريقه، هاد غير كيجمد فيه الشكلاط دغيا حيت بارد. كنستمر بنفس الطريقه، والكلاص الاخر ديالنا كنخليو كنستعملو غير في جيبنات بحال هكا، ولا كندير غير عشقه، انا ما عنديش هذاك اللي كيخرج ديال لاكلاص، استعملت غير عشقه
حيدوا ديك الطبقه اللي كتكون فوق من الثلج حيدوها. انا ما حيدتهاش، نسيت ما حيدتهاش الطبقه اللي كتكون فوق. المهم ديروا اللي عندكم، ديروا شي غطا ديال شي حاجه سبيره ولا عشقه ولا المهم الانسان يقضي بالموجود. انا ما كنبغيش نكلف على راسي حاجه ما كايناش باش نجيبها. وكنزينوا بداك الشكلاط اللي بقى لينا في البولو كيكون فيه كاوكاو. نص سطر د الحليب خرجنا منه كلاص بولو، باقي تبارك الله الخير. كنزينو بشويه د الفيرميسيل. وكنتمنى يعجبكم هاد لاكلاص، كيجي زوين الصراحه. هو فيه ديال هذوك المراحل تاع كتخرجي كتدخلي كتخرجي، كيجي بهذا الشكل بنين الصراحه وبسيط، مقادير بسيطه. وتخرجي منه كلاص كميه ديال نص سطر حليب، خرجنا منه بولوات وكلاص وباقي تبارك الله الخير. وكنتمنى يعجبكم هذا الكلاص وتجربوه، مقادير بساط متناول الجميع. الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.